يعطيكم العافية، معكم عبد الله من كانت جاجي قرج. اليوم شنو بنشتغل؟ بنركب هذا الحلو سويتشات رف كنتري حق الشركة. طبعا هذا جاية من رف كنتري، راح تركب السويتشات مكان الطفاية هذه. شغلها جدا بسيط، بس بوكس الفيزات والكتاوت تركب مكانها هنا على حسب المانيوال. الوايرات اوريكم شغله لما يخلص الشغل. هذا الشغل المانيوال طبعا اياه، هذا الشغل يكون بالكرتون. شغله جاهز مجهز ان شاء الله، ما تحتاج تضيف شيء من عندك، حتى الكونكترات موجوده. طريقه التركيب واضحه، ان شاء الله اوريكم الشغل لما يخلص. طبعا التركيب راح يكون عندي بالجراج، فتحنا لله الحمد قسم الكهربائيات ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بعد التركيب الام ال سي 6 مال رف كنتري، بس هذا خاص بس حق الشروكي. انا اقول لكم ليش، قاعده حق الشروكي تركب هني من كان براغي الوكاله الظل هني. طبعا سوينا هذا مال سبيد تك لايتس، مشكلتهم الوايرات تصير مدندله، فركبنا له القطعه هذه عشان اذا بضيف عليها بعدين شغلات من هني. هذا البوزيتيف والنيجاتيف، هذا اموره طيبه، يصير واير على البطاريه. وحاول نرتب كثر ما نقدر، يبي لها قاعده ثانيه حق ترتيب الوايرات، ان شاء الله كلها تختفي باذن الله. الله يعطيكم العافيه. خلينا نشوف الحين هذه السويتشات رف كنتري اللي خاصه حق الشروكي. مكان هني الطفايه تركب مكان الطفايه كليبس، شغل مخفي اموره طيبه ما شاء الله. هذا اول سويتش ركبناه، ان شاء الله الباجي حق الكشافات. هذا سويتش الكبوت، او سوري ليت الكبوت كيسي لايت، خليناه على سويتش الرف كنتري. هذا هم الباجي، شغله نظيف ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شو اسمه التركيب كان سريع سريع، ما حطيت التفاصيل لان انا مركبه من قبل. راح احط لكم لينك الفيديو اللي كنت مركبه. شنو الفرق بين اللي ركبته هذا واللي ركبته المره الثانيه؟ هذا بس مخصوص حق الشروكي. اللي قبله كان يونيفرسال، راح تشوفون اللي قبله مرحم قواعد، مركب روك سويتشز ولويا. هذا يغنيك عن السالفة هذه كلها، بس تشيل الطفاية تكنسل الطفاية وزقار مو زين، حط الطفاية كبيرة وتوصل وايرات الكلبسات، أمورة طيبة. يعطيكم العافية ونشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله.